البحر ميت يموت. ثلاثين سنة قادمة ما راح يكون في بحر ميت، يعني بالحوض الجنوبي سينتهي تماما، سيكون صحراء. من يوم ما خلقت هي عمري 62 سنة وأنا بالمنطقة هاي، ابن المنطقة هاي، يعني دمي بالمنطقة هاي. يكون أمل دائما عنده إنه السنة الجاية ممكن تزبط، السنة اللي بتجي بتكون أسوأ.